بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على الـ API Blends في الميكانيكال سيل. أول مجموعة هنتكلم فيها على السنجل سيل. يعني ايه الميكانيكال سيل المفرد؟ الميكانيكال سيل المفرد لو هنسميه البروسيس سايد، نركز قوي، ميكانيكال سيل مفرد يعني عندنا ميكانيكال سيل واحد، فالبلانز دي خاصة بيه اللي هو البروسيس سايد. يعني ايه؟ يعني الميكانيكال سيل ده دايما شايف الفلو بتاع السائل اللي بتدفعه الطرمبة، مفيش غيره، هو مفيش غير سائل واحد عندنا. طيب ايه هو السنجل سيل؟ ميكانيكال سيل السنجل شرحناه قبل كده، اللي هو اهو لو عندنا ميكانيكال كده، ادي الحلقة الثابتة وادي الحلقة المتحركة دايما مغمورة في السائل اللي بتدفعه الطرمبة ورا الامبيلر، وادي السائل بتاعنا. فدايما ده اللي بنسميه الاصفر ده اللي هو البروسيس سايد او البروسيس فلويد. طيب في شوية كلمات كده لازم نعرفها عشان نستعملها كتير قوي. الفلاشنج، ايه الفلاشنج؟ كلمة فلاشنج هنشوفها كتير قوي، اللي هو انا استخدم سائل بكمية معينة عشان انظف مكان معين، اللي هو زي الجلاند بتاع الميكانيكال سيل، او ابرد الميكانيكال سيل. يبقى بستخدم كمية سائل. لو عندي مثلا ميكانيكال سيل اهو، هيبقى داخل له سائل وخارج منه، بس كده. مجرد ان السائل داخل خارج، ما عملتش اكتر من كده، السائل بيدخل ويخرج. طب هل السائل ده متجدد؟ ايوه متجدد، بيدخل ويطلع مره واحده، ما بيرجعش تاني، ما بستعملوش تاني. طيب الريسيركوليتد يعني ايه؟ ريسيركوليتد يعني السائل بتاعي ده بعمل بيه نفس الموضوع، بس بنضف بيه مكان او ببرد بيه الميكانيكال سيل، لكن مشكلته او الحاجه الجديده ان انا الخارج من بعد عمليه التنظيف بستخدمه، باهله تاني واعيد استخدامه. يعني لو عندي هنا ميكانيكال سيل داخل لي سائل اهو، اللي هعمل بيه السيركيليشن، فلاشنج سيركيليشن، او دخل طلع، وهو طالع باخده ادخله على كولر مثلا، ادخله على سترينر، ادخله على سايكلون، اعمل فيه اي عمليه وارجع استخدمه تاني. يبقى دي دايره بتبقى غالبا في مقفوله، اللي هو ريسيركيليشن يعني اعاده استخدام. طيب نرجع نقول بقى، قلنا هنقسم البلانز لسنجل سيل يعني ميكانيكال سيل واحد، وفي سائل اسمه بروس سايد هو اللي بستخدمه. اول واحد فيهم اللي هو اي بي اي 11 و12 و13 و14 21 22 23. ايه ده كل دي ارقام؟ كل رقم من دول هيبقى جنبه حاجه. يعني اول واحد ده عملنا فلاشنج بس كده. سائل داخل نظف وطلع. تاني واحد سائل دخل نظف بس حطيت عليه سترينر، بعد كده سائل دخل نظف من غير سترينر لكن بطريقة معينة. مرة تانية لا، انا هاخد 11 و13 مع بعض احطهم في بعض واسميهم 14. 21 مثلا لا، انا هستخدم فلاشنج بس هحط عليه كولر هسقعه. 22 لا، انا هسقعه واحط عليه سترينر. طب دول اشهرهم، لكن هم انواع كتير قوي، هنتكلم على اغلبهم ان شاء الله باستفاضة. طيب البلان الاولاني اسمه بلان واحد، ودايما نركز مستخدم في السنجل سيل البروسيس سايد. يعني انا هستخدم نفس السائل اللي بتدفعه الطرمبه، هو مش هجيب سائل خارجي، اسمه بلان واحد. ايه البلان واحد ده؟ ان يبقى فيه خط مدفون في جسم الطرمبه من جوه، بياخد من جوه الكيسنج ويودي على الميكانيكال سيل، وبعدين ينضف الميكانيكال سيل ويسقعه، وبعدين يرجع من ورا يرجع من ورا الامبيلر، يرجع تاني الكيسنج. يبقى انا باخد، طب كل ده انا شايفه من بره؟ لا، كل ده من جوه انا مش شايفه، يبقى ده عباره عن ريسيركوليشن. طب تعال نشوف، هنشوف الرسمه زي ما قدامنا كده اهو، في جوه. طب تعال نشوف شكله كده، ده اللي هو بلان واحد. برضو نبص كده على الخط التلوين الاخضر ده. التلوين الاخضر ده عباره عن ايه؟ ده سحب الترومبه، وبعدين عندنا الامبيلر، باخد من فوق من عند قرب فتحه الطرد خط مدفون جوه الكيسنج مش هشوفه بره، يدخل على الميكانيكال سيل اهو. ادي الانترنال، الانترنال داخلي انا مش شايفه، يبدا دخل كده. شفناها كده تاني، نشوفها تاني اهي، يخش برد الميكانيكال سيل ويرجع، كل ده انا مش شايفه اصلا. يبقى ده اسمه ايه؟ بلان واحد. تمام كده، بستخدمه في السنجل ميكانيكال سيل. كل الفتحات الخارجيه بتاعت الميكانيكال سيل بتبقى مقفوله، لان انا خلاص التنظيف كله من جوه الكيسنج انا مش شايفه. تمام كده، كل دي فتحات. الله، انا عندي ما عنديش سيركيليشن، انا عندي بورد الميكانيكال سيل بنفس السائل اللي بتدفعه الترومبه برضو، بس ما بيحصلش سيركيليشن. طب ازاي؟
لو بصينا هنا مش هنلاقي خط بيعمل سيركليت. طب تعال نشوفه كده شكله ايه. نركز كده في الخط الاحمر، التلوين الاحمر هو برضو انا خدت من عند طرد الترومبة وعديته من عند الويل رينج كده بتاع الامبيلر، دخلته قعد جوه الميكانيكال سيل برده، لكن مش متغير، كمية بتخش تقعد مرة واحدة بس، تمام كده. طيب تعال نشوفها كده اهو، كم الاخضر ده اهو دخل من ورا من اعلى قطر، وبعدين من ظهر الامبيلر دخل جوه الميكانيكال سيل، ملى الغرفة بتاعت الميكانيكال سيل اللي هي الستافينج بوكس، ملاها وما تجددتش، هي بتقعد تفضل قاعدة بقى كده على طول. طيب مفيش فلاشنج، قلنا مفيش فلاشنج، كل الخطوط كل الفتحات تبقى مقفولة، و ما في الفنت والدرين كله بيبقى مقفول. طيب بلان 3، بلان 3 لا ده في عندي حاجة اسمها سيركيوليشن. يعني ايه؟ يعني دلوقتي السائل اللي جوه الغرفة ده هيبقى متغير مش ثابت، لكن انا برضو مش شايف حاجة، كل ده مش شايف حاجة من بره لحد دلوقتي، الاتنين اللي فاتوا والتالت ده ما بشوفش حاجة من بره. تعال نبص كده اهو، الاحمر ادي السحب بتاع الترومبا والامبيلر، دخل من على ظهر الامبيلر دخل الغرفة، بس خدنا بالنا ان الغرفة هنا معمولة على شكل مسلوب. الغرفة معمولة على شكل مسلوب، واسع على ضيق. طب تعال نشوف كده ايه اللي بيحصل.